الباستا فلورا هنعملها ازاي؟ هتجربيها المره دي بسمنه الهانم، لان سمنه الهانم عامله شغل جديد قوي، عامله العبوه بتاعتها الطعم قوي جدا، ريحه الزبده الصفراء فيها عاليه قوي، سمن غير مهدرج زي اللي قدام حضرتك مكتوب على العلبه اهيت، وخاليه من الكوليسترول طبعا زي ما انتم شايفين، خفيفه جدا جدا على المعده. عملت بينها بصراحه الملوخيه بالجمبري طلعت ولا كلمه بجد، يعني الشهاده لله حاجه جميله جدا، وهم عاملين شغل فيها عالي قوي. فخلينا نفتح العلبه ديت ونبدا ناخد منها كوبايه عشان حضراتكم. طبعا هي ايزي اوبن، طبعا زي ما انتم شايفين اهيت بتتشال الغطا ملوش لازمه بقى خلاص، وبناخد عندنا الغطا ده ناخد اللي احنا عايزينه من الكميه اللي احنا عايزينها، وبعد كده نبدا نقفل تاني وهكذا. تمام، دي الفكره معموله عشان دي يعني. طيب تعالوا ناخد عندنا كوبايه، حتى اللون بتاعها نفس اللون الزبده الصفراء بالظبط قدام حضرتك اهي. بناخد عندي كوبايه عشان نعمل الباستا فلورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام جدا. تمام، ناخد الكوبايه ديت ونروم رايحين هنا على البوله. السمنه مش محتاجه ليها تحط فين؟ في التلاجه. يعني مش هتحط في التلاجه، تحط في التلاجه ليه؟ ما الجو حلو. فهي ما شاء الله بص عامله ازاي؟ يعني حتى العلبه من جوه عامله ازاي؟ هي مش مستاهله ان انت تحطيها خالص في التلاجه، هي واخده اهي بصي. فبلاش نحط اي حاجه في التلاجه، هي تشتغلي منها على طول. طيب تعالوا ناخد عندنا السكر البودره ونقوم حاطينه عليها. وبعد كده نبدا اللي احنا نشغل على السرعه الاولى ننعم الكلام ده مع بعض. تفكركم بايه بقى؟ تفكركم السمنه واحنا بنضربها مع السكر البودره بالايه؟ بالغريبه. الغريبه برضو السمنه تتضرب مع الايه؟ مع السكر البودره، لحد ما ايه؟ ما هينعم معايا تبقى كريمي معايا. ما شاء الله ريحه حلوه قوي. جربيها السمنه الجديده من سمنه الهانم، عاملين شغل فيها حلو بصراحه، لان الريحه بتاعتها اول ما تفتحي هتشم الريحه الجميله بطعم وريحه الزبده الصفراء، ده حقيقه. فجربوا ان شاء الله الباستا فلورا بالطريقه ديت وبالسمنه الجميله سمنه الهانم، ان شاء الله تعجبكم جدا. هقلب لحد ما نعم. بص اللون حتى اختلف ازاي بقى؟ طبيعي بقى، اي سمنه واي زبده بتضربي فيها هتلاقي اللون بتاعها بقى ايه؟ بقى كريمي زي اللي حضرتك كده شايفاه. طيب نقوم ايه مهدين بقى خلاص المضرب الكهربائي بتاعنا، واقوم جايب عندي الفانيليا، اقوم حاطط اول بيضه هنا، وبعد كده نقوم حاطين تاني واحده، بعد كده نقوم حاطين عندنا شويه فانيليا، ونقوم ايه خفقين تاني. يلا بينا. هي ما شاء الله تحس فعلا والله انا شغال بزبده صفراء. بص اصلا القوام بتاعها عامل ازاي؟ تحسش ليها سمنه خالص، تحس ليها زبده. بص عامل ازاي؟ القوام بعد ما حطينا البيض مش فاصله ولا اي حاجه خالص. تعالى ناخد عندنا الدقيق، تمام؟ قدام حضرتك اهو. حطه هنا في البوله. ثلاث كوبايات دقيق. بعد كده بقوم حاطط عندي بيكنج باودر، حقنا يعني ربع باكو. وبعد كده بقوم واخد عندي بشر برتقانيه حاططهم كده عليها بتدي طعم حلو قوي. يلا بينا. ماشي ماشي مفيش مشكله. بص يا خال بقى اهو قلبنا
الكلام ده مع بعضه، بتقوم واخد عندك بقى الايه الخليط الجامد المحترم ده، نقوم حاطينه عندنا على الدقيق سمنة الهانم كوباية، وحاطين عليها سكر بودرة كوباية، 2 عدد بيض فانيليا، وضربنا كوم كويس جدا مع بعض لحد ما بنعمه معايا وبدونه الشكل الجميل المحترم اللي حضراتكم كده شايفينه. بعد كده بنقوم واخدين عندنا ال3 كوبايات دقيق والبيكنج باودر، وبعد كده سنة ملح بسيطة جدا عشان المعادلة اللي أنا محتاجها، وأعجنها وأسيبها تريح في التلاجة حوالي ربع ساعة أو نص ساعة. نبدأ نشتغل إزاي نقدر نعمل عندنا فورمة زي دي. مش شرط فورمة طرط زي دي، يعني مش شرط فورمة تكون متحركة، لا ممكن نعملها على فكرة عادي في الصينية زي دي، وأقول لك إزاي تقلبيها بطريقة سهلة جدا. بجيب عندي كيس تلاجة بفتحه، وبقوم حط عندي فيها العجينة اللي قدام حضرتك اهيت، الباستا فلورا اللي عندنا، وبعد كده بقوم جايب عندي الصينية اللي قدامك ديت. حلو الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقومي حاطة بالمنظر اللي حضرتك كده شايفاه. كل حاجة سهلة وبسيطة، اللي انت تطلعي احلى حاجة في الدنيا والله. بعد كده بصي تقومي عاملاه كده اهي، بصي كله بالكيس، كله بالكيس، بصي تقوم شايله كيس خلاص كده، شكرا. تقوم واخده العجينه ديت، الباقيه ديت تقوم حطاها هنا، ونقوم ضاغطين على ديت ضغطه كده بسيطه جدا، نطلع الهواء اللي موجود في الحروف بتاعه التارت نفسها او الباستا فلورا. بعد كده بنقوم واخدين عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا بربة الفراوله او اي نوع مربى التوت زي ما حضرتك كده شايفه، ونقوم موزعينها. طبعا لو انت عايزه تخني شويه العجينه تخنيها، يعني عايزه تخني فورم التارت وانت بتعمليها اعملي كده، ما فيش اي مشكله خالص. هجيب عندي مربى الفراوله، نقوم ايه حاطينها كده موزعينها، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفكر سادة مشاهدينا احنا عملنا ايه في المقادير الباستا فلورا اللي شغالين بيها. اول حاجة جبنا كوباية من سمنة الهانم، بعد ما خدناها حطينا عليها كوباية من السكر البودرة ادي قدام حضرتك، حطينا عليهم بعد ما ضربناهم كويس جدا 2 عدد بيض، شوية فانيليا صغيرة، حطينا بعد كده عندي 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر او نص باكو، بعد كده عندي معلقه صغيره من بشر البرتقال، عندي رشه ملح وفانيليا، والمربى اللي احنا حطيناها في النص ده شيء جميل. حلو الكلام، نبدا نجيب عندي العجينه الثانيه نحطها بالشكل ده. والله اللي عايز يعملها شرايط يشتغل شرايط، اللي عايز يشتغلها قلب زي اللي احنا بنعملها ديت يشتغلها. بقوم جايب ديت بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، تمام، وتعالوا نطلع عندنا الكيس ده اهوت نشيله، واجيب عندي الفرم بقى اللي قدام حضرتك ديت، فرم قلب صغيره وكبيره، ونبدا اللي احنا نقطع ونرص على الحاجه. محمدي اهي بالسمنه الهانم اللي قدام حضرتك ديت، انا زودت على المقادير او العجينه اللي انت شايفاها قدام حضرتك ديت، زودت لها 1 بياض بيض عشان تبقى العجينه ناعمه معايا بالشكل ده بس، ما عادش اي حاجه تانية والله. هسيبها، انت عارف انا زودت بياض بيض ليه؟ بس لو انا خفقت السمنه اكتر، الهانم والسكر البودر اللي احنا عملناه اكتر، لو خفقته كتير مش هحتاج ان انا احط بياض بيض، بس هي دي الفكره. لكن انا بحب اقول لك كل حاجه بعملها على الهوا، وكل حاجه بعملها وانا في الفاصل. ادي الحاجه اهيت بتخش تستوي معايا، بتطلع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. الموضوع بسيط جدا وسهل. حلو الكلام، تعالوا ندخل ديت الباستا فلورا اللي احنا عملناها بسمنه الهانم، هندخلها درجه حراره 170.
تعال نشوف اللي احنا عملناها ودخلناها قبل الفاصل. ما نطلع فاصل على طول. بص ما شاء الله طالعه عامله ازاي، بيكنج باودر عامل فيها شغل، سمنه حلوه جدا لان ريحه وطعم الزبده الصفراء. تعالى اطلعها لك اهي، بص عامله ازاي ما شاء الله. تعالوا ايه ندخلها تاني ونسيبها تكمل التسويه، هتطلع على فكره، بس الفكره ما تكونش ينفع، لازم تبرد عشان اقلبها بقى من الصينيه لو ما فيش فورم التارت. ولكن بنقول لك الحاجات المقادير الحمد لله موثوق فيها، تقدري تجربيها وتشتغلي فيها وانت مطمنه. حاجه قدامك اهي طالعه على الهواء،